وتحولت شوارع مدن سعودية عديدة إلى معارض مفتوحة للفن التشكيلي، وذلك ضمن معرض فنون العربية. هذا المعرض عرض أعمال 80 فنانا سعوديا على 3600 لافتة في طرقات المدن السعودية، رغبة في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. نتابع. وجبة دسمة من الفن عالي المستوى يقدمها معرض فنون العربية في بادرة هي الأولى من نوعها في المملكة والعالم، حيث تحولت مدن السعودية إلى أكبر معرض مفتوح للفن التشكيلي. عرضت فيه أعمال فنية متنوعة من إبداع فنانين سعوديين شباب تمكنوا من إيصال فنهم إلى العامة دون قيود. التراث والثقافة السعودية تجليا في معظم الأعمال التي عكست ثراء المستوى الفني للوحات التي تم عرضها في وقت واحد على أكثر من 3600 لوحة طرقية في جميع أنحاء المملكة. طبعا التراث السعودي غني جدا ولا يمكن أن أحد يتجاوز أو يقفز عنه، خاصة في الأعمال الفنية بحكم غزارته بحكم جمالياته. فكونت هذا العمل واختزلت هذا التراث في هذه اللوحة وسميتها حكاية، وهي تحكي عن التراث بشكل عام وعن إحساسي بشكل خاص. منظمو المعرض المفتوح يطمحون من خلاله إلى تمكين الفنانين السعوديين من الوصول إلى الجميع دون حواجز والتعريف بفنهم خارج حدود القاعات والمعارض، إضافة إلى إعطائهم الفرصة للتفاعل مع المتلقي وجها لوجه. حاولنا أن يكون في من الشباب والشابات يتفاعلون، يكون تكون المعروضة في الشارع حتى الجمهور يكون شريحته أكبر، ما تكون مقتصرة على صالات مغلقة. حاولنا أن يكون الجمهور شريحته أكبر، وحملنا كمان مسؤولية اجتماعية أن نحاول نظهر الشاب السعودي بمنظر إيجابي وغير سلبي. الأعمال المعروضة لم تخلو من لوحات لفنانات سعوديات شابات جسدن في تفاصيل أعمالهن تراث المملكة وغناها الثقافي بمختلف جوانبه. الحمد لله أنا سعيدة أنه لوحاتي صارت تعرض بالشارع، وأكيد كل الفنانين نفس هذا يعني يحسون نفس هذا الشيء، ويعني شيء جميل أن اللوحات تكون برا بحيث أن الناس كلهم يشوفونها. الزوار السعوديون والسياح أبدوا إعجابهم بالفكرة والأعمال الفنية التي ستزين طرقات الرياض والمملكة على مدار أسبوع كامل بفن راق مفعم بالحياة، يمثل مرآة تعكس مدى التطور الثقافي والحضاري للمجتمع السعودي. للمزيد عن معرض فنون العربية المستمر حتى 27 من الشهر الجاري، ينضم إلينا في الاستوديو مع محمد عبد الإله الخريجي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة العربية للإعلانات الخارجية ورئيس معرض الفنون العربية. صباح الخير، منورنا في دبي. طبعا خلينا في البداية، من وين جاءت هذه الفكرة؟ يعني هو يعني واضح أنه الهدف منها دعم الفنون التشكيلية، بس من وين جت الفكرة أنه لا تعرض في الشوارع مش في معرض؟ اولا يعني شكرا على الاستضافه. العربيه، انا نائب رئيس تنفيذي للشركه العربيه للاعلانات الخارجيه، والعربيه هي زي اي شركه سعوديه تحاول تقوم بدور CSR، لكن هذه المره غير تقليدي، فحاولنا نعمل شيء يكون شوي ابداعي كرياتيفيتي شوي، ونحاول CSR ايش يعني ايش بس اذا نعرف مسؤوليه اجتماعيه. اي اعمال مسؤوليه اجتماعيه. فالعاده انه بشركات في السعودية بشكل خاص الوطن العربي يعملوها بطريقة شوي متحفظة، لأنه يحاول ما يبين أنه قاعد يعملوا حاجة فيها دعم أو تبرع أو كذا. هذه المرة لا، حاولنا نعمل شيء شوي مختلف، حاولنا نستخدم اللوحات الخاصة بالشركة ونعرض معرض يكون مفتوح، والحمد لله يعني كانت إيجابية كثير. طيب أنتوا قبل ما تبتدوا في هذا المعرض عملتوا حملة اللي قلتوا للناس شاركونا، إذا تحكي لنا عنها وقد إيش جات مشاركات كمان؟ هي بدت الفكرة من آخر أكتوبر تقريبا، سوينا دعوة عامة في الشوارع السعودية. الشيء اللوحات كانت موجودة في 33 مدينة، كانت الحملة جدا مشوقة أنه كن جزء من أكبر حدث فني سيراه العالم في المملكة، وكان في موقع إلكتروني. الموقع تقدم له أكثر من 1000 فنان وفنانة، احنا ما توقعنا هذا الرقم، والأعمال الفنية اللي تقدمت فوق 3200 عمل فني. في فترة اللوح الإعلانية اللي عرضتوا فيها اللوح، أنتوا في البداية عملتوا عليها الإعلان، عملنا عليها إعلان، وكانت ردة الفعل جدا كبيرة، بالذات احنا توقعنا الفنانين يكونوا أقل من كذا، وما كنا مستهدفين فنانين معروفين، استهدفنا الفنانين اللي يكونوا شوي متشور أو لسه مبتدئين يعني. وكانت المشاركة جدا فعالة والأعمال جدا رائعة. طيب بس احنا شفنا يعني كما شايفين الان، يعني هي الاعمال اعمال عادي يعني رسومات تشكيليه، يعني انتم ابدا ما ربطتوها بعالم الاعلانات.
يعني كانت شيء مختلف ان هي عرض لوحات فنية فقط. لا كانت يعني عشان يكون العمل احترافي تعاوننا مع جمعية السعودية للثقافة والفنون ولازم اشيد بدورهم صراحة تعاوننا معهم وكانت فعلا معرض لكن بدل ما يكون في صالة مغلقة وعلى شريحة معينة من الحضور حاولنا نعملها للجمهور بشكل اكبر لكن حاولنا قد ما نقدر نكون فعلا هو معرض فني هو ترى يعني موجود في الخارج اللي يسمونه الستريت ارت او اللي يكون فن الشوارع فحاولنا نقدمه بطريقه مختلفه في بلد عاده معروف انه تقليدي عملنا شيء غير تقليدي. طيب قديش حتقعد اللوح معروضه وكم مدينه غطيته؟ اي المدن اللي تغطت هي في 33 مدينة اللوح معروضة على 3400 لوحة وإن شاء الله مدة المعرض ليوم الأحد لكن في يعني يمكن بعض اللوحات نبقيها كمان أسبوع بالذات اللوحات الكبيرة هذه اليونيبوز لفترة أطول عشان يستمتعوا فيها الناس بشكل أكثر. ما زعلوا منكم أصحاب الإعلانات؟ شلتوا إعلاناتهم حطيتوا لوح؟ والله أنا زعل لا أنا زعلوا مني غير أصحاب الإعلانات زعلوا مني المبيعات عندنا إنه أنت أخذت مننا مساحة المفروض كنا بعناها لكن فعلا يعني احنا التزمنا صراحة انا فخور بالشيء اللي صار. طيب في احد مثلا حاول يجي بده يشتري هذه اللوح؟ في اقبال جدا كبير بعد ما شفنا القيمة الفنية للوح وفي فكرة انه احنا نقيم مزاد خيري اللي افضل 20 عمل فني لانه اعمال فنية فعلا فعلا يعني سارة كانت جدا يعني قيمتها الفنية عالية. حنحاول نقيم يمكن بعد شهر برعايه احد يعني يعني مسؤولين كبار ان شاء الله في السعوديه حيحضر المزاد وحنحاول يعني نستضيف رواة الفن واللي حتى الكوليكترز يعني انه يحضر هذا المزاد ان شاء الله. شو ابرز اللوحات اللي لفتت انتباهك وهل كان في مواضيع معينه مكرره يمكن يعني كاماكن او حتى المميز صراحه في 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 اللي انا لاحظته صراحه انه المشاركات جت من مناطق مختلفه من المملكه عاده اللي انا سمعته انه في المعارض اللي تقام في المدن الرئيسيه في السعوديه تكون جايه الاعمال من الرياض من جده هذا العمل لانه كانت الاعلانات موجوده في كل مدن المملكه قدرنا ناخذ اعمال من 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 مناطق يعني من الجنوب من الشرقيه من الشمال وكانت متوزعه الملفت انه الاعمال المنطقه الشرقيه يعني اكثر اعمال جت من الرياض ومن ومن ومن, ومن جد وبعدها جده وبعدها الشرقيه لكن الاعمال من القطيف منطقه القطيف كانت جدا مميزه وتبين كيف يعني يعني اهل القطيف فعلا في منهم ناس يعني عندهم قيمه فنيه عاليه بالعكس في تعايش جدا كبير مع المجتمع يعني فهذا شيء مميز. كان في مشاركات من سيدات كثير ولا الرجال كانوا الاغلب؟ كان النساء اكثر وعلى تنوع الاعمال عشان شويه بعدت عن السؤال هو كان اعمال متنوعه كان فيها البوب ارت كان فيها الديجيتال ارت وكان فيها كمان الاشياء التقليديه التجريديه وكانت اللي معروفه منوعه. والسيدات هم اللي كانوا اصحاب المشاركات الاعلى كانوا الاكثر وكانوا الاميز في في المشاركه. بس هل انتم مثلا جبتوا لجنه اختارت من هذه اللوح ولا ايش كيف سويتوا؟ اللجنه كانت يعني تحت اشراف جمعيه الثقافه والفنون وكان في يعني هم كانوا محكمين سابقين في وعندهم خبره كبيره فكان في ثلاثه محكمين وكان عمليه الاختيار الاعمال على مرحلتين فرز اعمال في البدايه وبعدين صار في لجنه تحكيم اختارت من هذه الاعمال. هم اللي غربلوا يعني. هم اللي غربلوا اختاروا. طيب انت محمد في لوحه تحديدا لفتتك؟ والله في كم لوحه بس انا ما ابغى اقول اي واحده هي عشان ان شاء الله في المزاد اشتريها. يساعد عليكم. اخذها برخيص. هذا تفكير تاجر بحت يعني على العموم نحن بنشكرك على وجودك معنا كان معنا في الاستوديو محمد عبد الاله الخريجي نائب الرئيس التنفيذي لشركه العربيه للاعلانات الخارجيه ورئيس معرض الفنون العربيه. شكرا لك.